بدي اطور عليكم لقيتكمش. رجعت ثاني قلت بدي احط صورتين وبدي اروح، عمالي بلف ظهر بدي اروح لقيت ايش اجى في ايدي. انا من خلال تواجدي في الميدان تغطية هذه الاحداث كثير من الصحفيين اصيبوا، والغريب في الموضوع انه حتى كانوا يعني بيلبسوا زي الصحفيين المتعارف عليه. اولى هذه المصاعب بالتاكيد الاستهداف، عشرات من الصحفيين لم يكن مئات من الصحفيين، ما بين شهيد جريح أسير. بقوم بعمله كمصور فيديو وبيغطي هذه التظاهرة السلمية أمامه. كان كل اللي بفكر فيه إنه يا رب ما يكون الطلق يعني أصابني بشكل مباشر، يا رب ما يكون في يعني خطر علي، يا رب إنه تكون الحل إشي بسيط، يا رب إنه ما توجع قلب حدا علي، يا رب إنه يعني زي ما أجيت أنا بخير وأجوا زملاتي معايا بخير، نروح كلنا بخير، يا رب ما تحط حد في اللي أنا فيه هذا. إصاباتهم كانت صعبة وفي بعض منهم فقد حياته. كان بيعاني من أزمات كثير فاستشهد ياسر. خبر استشهاد ياسر بالتأكيد هو خبر فاجعة بالنسبة لكل الصحفيين. كثير صعب إنك تفقد زميل أو صديق بيشتغل في نفس مهنتك وكمان بجاورك في أغلب الأوقات. كتب أنا نفسي أو بستنى اليوم لأطلع أنا في الجو وأصور قطاع غزة بهذه الصورة. اللي احنا بنشوفه انه لا احد يعني يعطي بالا لكل هذه القوانين وكل وكثير المؤسسات الواجب منها انه تقف وقفه جاده اللي هي معنيه بحمايه الصحفيين، تقف وقفه جاده في سبيل وقف استهداف الصحفيين والحفاظ على حياتهم لكي يؤدوا مهامهم بامان. بنقول إحنا لكل المؤسسات المعنية بحرية الصحافة والإعلام، إحنا صحفيين في هذه المنطقة بنقوم بواجبنا وفق ما تعلمنا من قواعد مهنية ونقوم بأخذ احتياطاتنا كاملة دون نقصان، وبالتالي يجب على هذه المؤسسات أن تحمي الصحفيين الفلسطينيين كجزء من الأسرة الصحفية والإعلامية العالمية. أنا بتمنى يعني من مؤسسات حقوقية، من نقابات الصحفيين، من الناس الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الصحفيين، أول شيء ما تستنوا الصحفي يموت عشان تقدروا تبادروا وتدينوا استهداف أو إصابة أو قتل الصحفيين.